مساكم الله بالخير، شو اخباركم؟ كيف الامور؟ تقبل الله اعمالكم، صيامكم وقيامكم. جايب لكم يا جماعه اعلان، خلينا نقول فريد من نوعه. محلات اللي يبيعون الحافات، الشراشف، المخدات، الارواب، المناشف كثيره. المميز منهم بصراحه قليل، اللي مهتمين بالكواليتي قليل. الإعلان أنا اللي جايبنا هذا للفئة اللي تبحث عن الجودة. مكان اسمه دكان ليلى. طبعاً المكان مو فقط جودة والسعر غالي، لا، السعر حقهم منافس. وصلتني بعض المنتجات من عندهم، خلينا نشوف. كان يا جماعة في أكثر من 5 ماركات عالمية، من ضمنهم كانون الأمريكية، فالنتيني الإيطالية. الماركات اللي عندهم كلها مختارة بعناية. هذا الحاف اللي وصلني من عندهم، طبعا شوفوا الالوان، الالوان هذه حلوه مره مره في الصيف، الوان صيفيه جميله جدا. جاي كم؟ 8 قطع. ايش رايكم؟ طبعا قطن 100%. فاخذنا هذا اللحاف المضغوط، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الالوان الحلوه، الزخرفه الجميله. طبعا هذا كم يجي؟ يجي 4 قطع. كم سعره؟ 250 ريال، بس شيء رائع يا جماعه. خلينا نشوف الفيديوهات اللي ارسلوها، اشياء كده حلوه. وصلني من عندهم حطقهم هالحلو، مناشف وشبشب. طبعا هذا من شركة كانون الأمريكية، مكون من 5 قطع. ايش رايكم؟ الشبشب، المنشفة، منشفة الشعر، مرة مرة حلو صراحة يا جماعة. متوفر منه ألوان، الألوان حقه مرة مرة حلوة. وهذه منشفة شعر، تخيل جماعة منشفة الشعر هذه فاخرة من كانون، كم سعرها؟ 39 ريال. يا سلام، وش رايكم فروب هالاطفال؟ طبعا هذا من ماركة ديزني، عندهم منه الوان طبعا واشكال، ومره مره حلو صراحه. عندهم في المكان خيارات يا جماعه، مروا عليهم. راح يكون في عروض شيء الا يا حبيبي، راح يكون في عروض، وان شاء الله راح تكون عروض حلوه. بعض المنتجات مثل اللي صورتها هذه راح يكون عليها نسبه خصم من 5 إلى 15%. التوصيل راح يكون مجانا طيله شهر رمضان. في بوست بحطه الان، اعملوا له كابتشر. شيء حلو بعد الان شهر رمضان، اي شخص تبغوا تهدوه تشتروا الاشياء، طقم مثلا، طقم الارواب، الشغلات الحلوه، الحاف، يوصلوه الين عند باب بيتكم. الان حساباتهم اعملوا لها كابتشر. اذكركم بموقعهم بشارع القدس مقابل البنك العربي جنب محطه ميد.